أهلا بكم. تصاعدت المواجهات على عدة جبهات بين الحكومة والميليشيا في محافظة صنعاء وشبوة ومأرب والضالع، كما شن التحالف العربي غارات عدة على مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظات عدة. نتوقف مع هذا الحدث لنناقشه في محورين: كيف يمكن فهم التصعيد العسكري على عدة جبهات، وما هي خيارات الحكومة والتحالف على ضوء هذا التصعيد؟ في ظل الحديث عن مفاوضات مرتقبة يدفع إليها المجتمع الدولي، اشتعلت المواجهات على جبهات عدة، واقع لا يشبه اللهجة المتفائلة التي يتحدث بها الوسيط الدولي إلى اليمن كل مرة على أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن. عملية عسكرية على تخوم صنعاء ومثلها في صرواح مأرب وكذلك في بيحان شبوة، إضافة إلى جبهة تعز المشتعلة والساحل الغربي وصعدة والجوف. كل هذا التصعيد من شأنه حسم المعركة، أو على الأقل إجبار الانقلابيين على تنفيذ الإجراءات الأمنية قبل الدخول في مفاوضات ربما تفضي إلى تسوية سياسية. نبدأ النقاش بعد هذا التقرير. يرتفع صوت الميدان فتنخفض أصوات الوسطاء الدوليين الداعية لحل سلمي في اليمن، ليس ما يبدو مناورة أو وسائل ضغط يقول قادة عسكريون، وإنما عملية عسكرية واسعة هدفها إنجاز ما لم تستطع الدبلوماسية إنجازه، الحسم أو إجبار الانقلابيين على القبول بتنفيذ الإجراءات الأمنية قبل الدخول في مفاوضات تفضي إلى تسوية سياسية. هل ستفرض الحرب خيارها إلى الأخير؟ وما هي قدرة الحكومة على إنجاز معركتها العسكرية مع الانقلابيين هذه المرة؟ الشاهد أن عودة الحكومة والرئاسة إلى العاصمة المؤقتة عدن حفزتها على استئناف مسار المعركة بمختلف أشكالها السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية. وبعد أن ظلت في موقع الدفاع لشهور طويلة وفي موضع الحريص على السلام مقابل تصعيد الميليشيا وتدميرها لفرص الحل، عادت الحكومة لتشعل نار التصعيد من جديد، وها هي الأرض تنزلق من تحت أقدام الميليشيا. واقع يفرض نفسه على تخوم صنعاء ومثله في صرواح آخر جيوب الميليشيا في مأرب، وكذلك في بيحان التابعة لمحافظة شبوة والفاصلة بين مأرب والبيضاء. هذا الجيش الوطني اللي شفته، رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف أكد أن معسكرات القوات المسلحة الموالية للشرعية فتحت أبوابها أمام كل التشكيلات القتالية والوحدات العسكرية التي لا يزال بعضها يخضع للإنقلابيين دون شروط، مشيرا إلى أن مئات الضباط المقاتلين في صفوف القوات الموالية للرئيس المخلوع غادروا صفوف التمرد والتحقوا بالقوات الشرعية. أمام هذا التحول المفاجئ، لا شك أن تغيرا طرأ على خيارات الحكومة وخططها وإمكانياتها ومواقف أطراف إزاء الخيار العسكري الذي ظل محاطا بالكثير من العقبات والعراقيل، ليس من الداخل وإنما من الخارج المحمول على فكرة إنقاذ الإنقلابيين بتسوية تتجاوز المرجعيات الثلاث. كان لافتا خطاب الرئيس هادي الأخير في المكلا، حيث فتح النار على المقترحات الدولية التي تكافئ الإنقلابيين بحسب تعبيره، في إشارة إلى أن المواجهة قد بلغت مرحلة لا عودة. نطلب تكثيف الدعم حتى نستكمل مشروعنا في الانتصار الكامل لكافة المحافظات ونصل إلى بر الأمان، حتى نمضي بعد ذلك فيما تبقى من استحقاقنا للمرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال إقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه وتأسيس الدولة الاتحادية وإجراء الانتخابات الرئاسية والاتحادية. خطاب الرئيس هادي أظهر أن مسألة الحسم الميداني مرهونة بإرادة التحالف، لهذا حرص على حث التحالف على المضي قدما في خطة الحل العسكري، ولكن هل سيتفاعل التحالف مع تمنيات الرئيس هادي؟ نبدأ النقاش في موضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث في الجزء الأول مع ضيفينا، المتحدث باسم مجلس المقاومة في صنعاء عبد الله الشندقي، وأيضا ينضم إلينا من القاهرة السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية مختار الرحبي. أبدأ مع عبد الله الشندقي من مأرب. بداية، أنتم في المقاومة الشعبية، كيف تفهمون هذا التصعيد العسكري الأخير؟
مرحبا، التحية لك أخي العزيز ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة بلقيس الأفاضل. نحن في المقاومة الشعبية والجيش الوطني في جبهة نهم صنعاء ووحدات المنطقة السابعة، المنطقة العسكرية السابعة التي تولت زمام معركة نهم صنعاء. نفهم هذا التصعيد بأن الميليشيات، ميليشيات الإنقلاب، لم تترك مجال ولا باب للحل السلمي والمفاوضات، وأغلقت كل الأبواب وجعل ألجأت القيادة السياسية والعسكرية وألجأت الشعب اليمني وألجأت أيضا التحالف العربي إلى الخيار العسكري، وبات الخيار العسكري هو الحل الوحيد، وهو الحل الذي سيحقن دماء اليمنيين، وهو الحل الذي سيحل السلام والشامل والدائم في اليمن من خلاله. وبالتالي نحن بدأنا في جبهة نهم صنعاء، وكنا قد صرحنا خلال الأيام الماضية بأنها ستنطلق الجبهات الأخرى، وفعلا انطلقت في شبوة وانطلقت في صرواح وانطلقت في الجوب وأيضا في صعدة وتعز وكل المحاور الأخرى. يعني نحن نفهم عملية المعارك الدائرة اليوم بأن معركة الحسم الأخيرة التي ألجأتنا إليها الميليشيات، ولم تترك لنا مجال لأن تحقن دماء اليمنيين بالسلم والتفاوض، وبالتالي نحن عازمون على المضي قدما لتحرير ما تبقى من جبهة نهم صنعاء، وبالتالي السير والتنسيق مع المحاور الأخرى التي هي محور الجوف وأيضا محور صرواح ومحور صعدة. طيب هذا واضح أخي عبد الله، لكن هناك البعض يفهم أن هذه العملية العسكرية وتحديدا ما يحدث في جبهة نهم والعملية العسكرية الدائرة الآن على تخوم العاصمة صنعاء، أن لا الغرض منها الحسم، وإنما ربما وسيلة للضغط لا أكثر على الميليشيا من أجل التجاوب أكثر مع المقترحات المطروحة الآن سياسيا. أخي الكريم، نحن يعني خبرنا هذه الميليشيات ويعني على مدار ما يقارب العامين، وهي يعني لا تبدي أي نية حتى في اللحظات التي يعني تتأزم عليها الأمور وتتراجع فيها ويضغط فيها المجتمع الدولي لإيجاد حل تحقق هذه الميليشيات. فبالتالي نحن لم تنطلق هذه العمليات العسكرية لتتوقف لحل سياسي أو لكسب مواقف سياسية. هذه الميليشيات لم تبقي أي يعني مدخل وباب للمواقف السياسية والحل السياسي، وبالتالي هي انطلقت لا لتتوقف أو تعود إلى مكانها، انطلقت العملية العسكرية في كل المحاور سواء جبهة صنعاء أو غيرها من المحاور الأخرى. هناك انتصارات كبيرة سواء عندنا في صنعاء أو انتصارات كبيرة داخل محافظة شبوة بسيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع جديدة يعني أخرى. طيب أخي عبد الله، معركة نهم ومعركة صنعاء هي ليست بالسهلة، هناك الكثير ربما من العقبات ماثلة سواء ما يتعلق بالتضاريس أو أمور أخرى. هناك أيضا نقطة يتم التركيز عليها من قبل بعض المحللين في موضوع تسهيل ربما الدخول من جبهة نهم، ربما موضوع التعامل مع البيئة القبلية والطوق القبلي المحيط بالعاصمة صنعاء. هل هذه النقطة موضوعة في الاعتبار وبدأ الترتيب والتنسيق لها؟ طبعا أخي الكريم، نحن يعني في جبهة نهم وأيضا الجيش الوطني يعني في إعداده لمعركة صنعاء وضع كل الاحتمالات وأيضا وضع حل لكل العراقيل والنقاط التي ذكرتها. أخي الكريم، لن يكون دخول صنعاء من نهم فقط، سيكون دخول صنعاء من أكثر من محور، والعمليات التي انطلقت اليوم من أكثر من محور يعني توحي بذلك وباتت واضحة ولم تعد خفية. يعني خطة دخول صنعاء يعني يعرفها الكثير بأنها لن تكون من محور واحد، ستكون من أكثر من محور. نحن نعمل في حسباننا التضاريس، الألغام التي زرعتها هذه الميليشيات، نعمل أيضا في ما يخص الطوق القبلي، قبائل طوق صنعاء. نعم، ما يخص الطوق القبلي. نعم، طوق صنعاء يعني كان نائب رئيس الجمهورية فور وصوله إلى الخطوط الأمامية في جبهة نهم دعا قبائل طوق صنعاء إلى مشاركة الجيش الوطني والتحرك يعني في تزامنا مع وصول الجيش الوطني والمقاومة. قبائل طوق صنعاء أخي الكريم، أولا لم يكن لها يد في دخول الحوثي إلى صنعاء، ولم يكن لها يد في تسليم المناطق سواء صنعاء أو الأمانة. هي ظلمت، الذي أدخل الميليشيات هي الدولة العميقة
وبالتالي قبائل طوق صنعاء الآن نراها لنا تواصل مع الكثير. الكثير من قبائل طوق صنعاء لم يكن له تحرك مع هذه الميليشيات، لديهم الاستعداد الكامل بعد أن رأوا ما يعني ما رأوا من الظلم والجور من هذه الميليشيات. تم تخريب البيوت والاعتداء على الآمنين ونهب الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على حرمات وكرامات الناس. كل هذه الجرائم التي مارستها هذه الميليشيات يعني زادت من قناعة قبائل طوق صنعاء بأنه لا خيار ولا حل إلا أن يكونوا مع الشرعية. سيفاجئ الجميع قبائل طوق صنعاء يعني بدورهم في تحرير ما تبقى من صنعاء وتحرير أمانة العاصمة. يمكن أن تبدأ هذه المفاجآت في أي مرحلة من مراحل معركة صنعاء؟ هل عندما نتحدث عن الوصول إلى ناقل بني غيلان يمكن أن تبدأ هذه المفاجآت؟ أخي الكريم، نحن عند وصولنا إلى منطقة نهم رأينا مشائخ وقبائل هذه المنطقة، هذه القبيلة الأبية قبيلة نهم، رأينا لها الأدوار الكبيرة التي كانت متصاحبة مع وصول الجيش متزامنة، أو حتى قبل وصول الجيش كان هنالك في كثير من مناطق نهم قبل أن يصل الجيش والمقاومة يتم التحرك من الداخل، وكان لهم أدوار كبيرة تدلل على أن القبيلة وطوق صنعاء ليسوا مع هذا المشروع ولن يكونوا مع مشروع الانقلاب ومشروع ميليشيات الحوثي، وأنهم أكثر قناعة بالشرعية، لكن لكنهم معذورين بهذه اللحظة يعني بالقبضة الحديدية التي طيب سأعود لك الميليشيات عليهم. نعم. سأعود لك وأشرك معنا في النقاش من القاهرة السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية مختار الرحبي. أهلا بك أخي مختار. هل الحكومة الشرعية هذه المرة قادرة على حسم معركتها مع الانقلابيين؟ أولا مساء الخير عليك أخي سامي وعلى ضيفك الكريم من مارب وعلى المشاهدين الكرام جميعا. بكل تأكيد أنه ليس هناك أي خيارة أخرى أمام الحكومة إلا أن تتخذ القرار وأن تشرف على عملية التحرير، لأننا خلال الفترة الماضية رأينا أن الميليشيات الانقلابية منذ حروب صعدة لم يسلموا مترس، لم يسلموا نقطة تفتيش واحدة، فكيف لنا أن نقبل أو كيف لنا أن نتوقع أن هذه الميليشيات سوف تسلم الدولة وسوف تسلم العاصمة صنعاء؟ بالتالي لا يوجد هناك خيار أمام الحكومة، أمام التحالف، أمام القبائل، أمام الجيش الوطني، أمام المقاومة الشعبية إلا تحرير المناطق وتحرير المحافظات وتحرير كافة المناطق التي ما تزال بيد الميليشيات الانقلابية. وجود الحكومة، وجود فخامة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة والحكومة في الداخل أيضا يعطي دفعة قوية ومعنوية هائلة للمقاتلين، للجيش الوطني، للقبائل، للمواطنين، حتى لأبناء المناطق المحررة يشعروا أن الدولة بجانبهم بجوارهم. طيب جميل جميل هذا الكلام أنه يعطي دفعة معنوية ربما، لكن لماذا البعض يرى أن في هذا التصعيد لا هدف منه إلا فقط مزيد من الضغط؟ لا أعتقد أنه مزيد من الضغط، يعني لو كانوا يريدون ممارسة الضغط لكنا نجحنا في الفترة السابقة حين تم الدخول إلى محافظة الجوف التي كانت في يدهم، ولكانت مورست ضغوطات عليهم حين تم الدخول إلى منطقة نهم وحينما تم إدخال جبهة جديدة في محافظة صعدة، لكن لا أعتقد أن الطرف الآخر يبالي في مسألة الضغط. الطرف الآخر لن يسلم الدولة، لن يتنازل عن شبر واحد إلا بالقوة، ما أخذ بالقوة عزيزي لن يسترد إلا بالقوة، وهذه الميليشيات حينما سطت على الدولة سطت عليها بالقوة وبقوة السلاح وبقوة الميليشيات. بالتالي أي حديث آخر عن هذا، عن حديث عن غير التحرير، أعتقد أنه هو فقط لتخفيف ضغوطات وامتصاص ضغوطات دولية على التحالف العربي الذي يمارس المجتمع الدولي يمارس ضغوطات هائلة على التحالف وكذلك على الحكومة الشرعية، لكن ليس لدينا مجال آخر من أن نستكمل عملية التحرير وأن ندخل العاصمة صنعاء، لأننا باختصار شديد لم يتم إتاحة الفرصة من قبل الطرف الآخر للدخول بمشاورات وتقديم تنازلات. يعني حتى هذه اللحظة مع لدينا مجموعة من الصحفيين الذين ليس لهم أي علاقة لم يتم إطلاق سراحهم، لدينا معتقلين بالآلاف لديهم لم يطلقوا سراحهم. بالتالي عن أي حديث، عن أي محاورات أو أي مشاورات نتحدث طالما أن الطرف الآخر لا يقدم أي تنازلات، لا يحترم المجتمع الدولي، لا يلتزم حتى بمعاهداته وباتفاقاته التي أبرمها في السابق. طيب سأعود لك، أعود مرة أخيرة للمتحدث باسم المقاومة الشعبية في صنعاء عبد الله الشندقي. أخي عبد الله، هل التحالف العربي الآن يتبع ربما استراتيجية جديدة في العملية العسكرية الحاصلة؟ سيكون من شأن هذه الاستراتيجية ربما فتح الطريق أكثر أمام قوات الشرعية، خصوصا وأن طبيعة المعركة القادمة وتضاريسها تحتاج إلى تغطية جوية أكثر من حاجتها ربما للتقدم على الأرض؟ طبعا بالنسبة للتحالف العربي هنالك خطة وضعت من قبل
القيادة الميدانية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، عرضت على القيادة السياسية والعسكرية اليمنية، عرضت على قيادة التحالف العربي، تم المصادقة عليها من قبل القيادة السياسية والعسكرية، وأيضا تم يعني شراك قيادة التحالف العربي فيها. التحالف العربي له دور كبير جدا في إعادة الشرعية إلى اليمن، سواء بدعمه اللوجستي أو بطيرانه الحربي. الآن يعني سواء بنهم أو غيرها من المعارك أو المحاور الأخرى، طيران التحالف العربي له دور بالغ وكبير في ضرب التعزيزات، في قصف المواقع قبل بدء الهجوم، في يعني قصف بعض الآليات التي يعني تتواجد مع الميليشيات داخل المعركة. له نسبة في الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة. التحالف العربي يعني سيواصل السير مع الشرعية التي يعني كان له الفضل في إعادتها، إلى أن يستكمل الشعب اليمني والقوات المسلحة كامل التحرير للأرض اليمنية. شكرا لك. له كمان نلاحظ لدينا في جبهة نهم لطيران التحالف العربي الدور الكبير والبالغ في النصر وحسم المعركة، كما أيضا للأبطال على الميدان دور بالغ وكبير. نتوقع أن التحالف العربي يعني في هذه المرة يعني الضربات أكثر فاعلية، أكثر تركيز. النية يعني قائمة من قبل التحالف والدولة اليمنية على الحسم. المعارك يعني لن تتوقف، مستمرة، لدينا التوجيهات بذلك. لا نتوقع أن نتوقف إلا داخل قصر الرئاسة في صنعاء إن شاء الله. شكرا جزيلا لك عبد الله الشندقي المتحدث باسم المقاومة الشعبية، كنت معنا من مأرب. وأعود إلى زميل مختار الرحب السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية. حديث الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخير من المكلا عندما يتحدث عن ويحث التحالف العربي على المضي قدما في مسألة الحسم العسكري، فهم من أن مسألة الحسم العسكري ربما هي مرهونة بإرادة التحالف العربي، ما رأيك؟ أولا نحن شركاء مع التحالف العربي، وفخامة رئيس الجمهورية هو من استدعى التحالف العربي لإنقاذ الشرعية في اليمن، بالتالي نحن والتحالف العربي بشراكة يعني وثيقة وعلاقة يعني في اتخاذ القرارات. أعتقد أن أي اتخاذ القرارات هي تأتي بالتشاور مع التحالف العربي، لكن نحن نعرف أن هناك ضغوطات هائلة تمارس على المملكة وعلى التحالف العربي، بالتالي الرئيس حينما يدعو من داخل البلد إلى أنه يدعو التحالف العربي إلى اتخاذ القرار وإلى مساعدة الشعب اليمني ومساعدة القوات المسلحة اليمنية لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، بالتالي أعتقد أنه يعي ونحن نعي جيدا أن هناك ضغوطات تمنع الجيش الوطني الذي هو متواجد والذي هو أعتقد أنه قادر على تحرير المناطق، ولكن هناك قيود سياسية، هناك خطوط حمراء تم الحديث عنها بشكل صريح من قبل الأمريكيين والبريطانيين، بالتالي هذه الدعوات حينما تأتي من الداخل ووجود الحكومة من الداخل أعتقد أنها أيضا ستكون تعطي دافع قوي للتحالف العربي بدعم الشرعية وبتنفيذ يعني ما يتم الاتفاق عليه في الداخل وبلورته وترجمته على أرض الواقع. طيب مختار، بالنسبة لقراءتك لقادم الأيام فيما يخص هذا التصعيد الميداني، ما الذي تتوقع؟ على التصعيد أن يستمر وعلى الجيش الوطني أن يستمر، حتى ولو لم يتم اتخاذ القرار من التحالف العربي يعني بشكل مباشر على القوات المسلحة وعلى القيادة السياسية في اليمن أن تتخذ قرار التحرير وأن تواصل معركة التحرير وأن تحاول التخلص من الضغوطات الدولية، لأننا لو مشينا بعد الضغوطات الدولية فلن نحرر ولن نستعيد دولة، وستستمر الميليشيات الإنقلابية في غيها ولن تسلم حتى شبر واحد ولن تسلم حتى قسم شرطة واحد للشرعية. هذه الأيام على ماذا تتركز الضغوط الدولية؟ هل على توقيف العملية العسكرية أم ربما العودة من جديد إلى المفاوضات السياسية؟ العودة للمشاورة طبعا لن تأتي إلا بإيقاف العمليات العسكرية، وهذا طبعا ما حصل خلال الفترة الماضية في المشاورات السياسية في جنيف 1 و2 وكويت 1 و2، لم ندخل بمشاورات إلا بعد أن تم إيقاف العمليات العسكرية، بالتالي هم يريدون أولا إيقاف العملية العسكرية، وهو ما تم الإعلان عنه من قبل إسماعيل الشيخ أحمد أن لجان التهدئة ستنطلق إلى الأردن وهو ما رفض من الطرف الآخر، وسيتم إقرار تهدئة و الإعلان عن هدنة وبعد ذلك الدخول في تسوية سياسية، بالتالي الآن الضغوطات هي بإيقاف العملية العسكرية، ونحن نستغرب أنه بعد أي انتصار وبعد كل انتصار يتم تحقيقه يتم الدعوة من قبل المجتمع الدولي إلى وقف الأعمال القتالية وإعلان هدنة
فهذا طبعا أعتقد أنه هذا التوقيت ليس بريئا، إنما يأتي من باب التعاطف ومحاولة إنقاذ الطرف الإنقلابي. شكرا جزيلا لك السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية مختار رحبي، كنت معنا من القاهرة. وتنضم إلينا أيضا من القاهرة الباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. أهلا بك أستاذة ميساء. أهلا فيك. بالتأكيد كباحثة سياسية تتابعين التطورات السياسية وأيضا وما يحدث من وقائع في الميدان، ما أثر هذه التطورات الميدانية على الصعيد العسكري وربما أيضا فرص إيجاد حل سياسي؟ هي عادة ما بيحصل هذا التطورات العسكرية إلا في موعد تفاوض أو في ضغط على التفاوض باب تحسين الوضع التفاوضي، لكن لا أعتقد أنه مسألة لها علاقة بأي رغبة في الحسم العسكري. ما تصورش أن في إرادة سياسية في هذا الاتجاه، ولو كان في إرادة سياسية لكان هذا التطور حدث منذ وقت طويل ليس الآن. لماذا لا توجد باعتقادك لماذا لا توجد إرادة سياسية؟ هي مرتبطة بماذا يعني؟ مرتبطة بضعف أداء هادي وعدن، فبالتالي في أعتقد فيتو أمريكي بأنه صنعاء يتم تسليمها بالتفاوض وليس من خلال إسقاطها أو شيء، هذا إذا كان ممكن يعني. إذا عملية مكلفة جدا يعني بشريا كثير، حتى ممكن تكون دموية إذا حدثت يعني. طيب فأتصور أن هذا لها علاقة بأنها تكون دموية وكلفتها سياسية غير محتملة، فبالتالي أتصور أنه ليست هناك إرادة سياسية لهذا المسألة. هي مسألة تحسين وضع تفاوضي أكثر مما هي حسب. طيب ينضم إلينا أيضا الكاتب السياسي السعودي الدكتور خالد باطرفي. أهلا بك دكتور خالد. يا هلا حياك الله دكتور خالد. إذن تغيرات ربما وتطورات في الميدان، هذه المرة هناك ربما وضع ميداني البعض يراه بأنه مختلف، هل نحن أمام مرحلة عسكرية جديدة هدفها الآن إنجاز ما لم يتم إنجازه سياسيا وعسكريا؟ نعم، أتصور نحن الآن في عنق الزجاجة، يعني في الأول كنا نسير بهذا الاتجاه، الآن وصلنا إلى نقطة الحقيقة. الآن إما أن نكون أو لا نكون. أمامنا صنعاء وصعدة وتعز الحديدة، يعني أمامنا مدن معينة ومعارك محددة، إذا نجحنا فيها انتهى كل شيء. وأعتقد أنهم يدركون ذلك، ولذلك نجد هذا التسارع الدولي لإنهاء الأزمة ولإيجاد حل. لحسن الحظ أن الحوثيين ومن وراءهم لا يحسنون التعامل مع الفرص، هذه فرصة بالنسبة لهم لإنقاذ أعناقهم وهم يضيعونها بالمماطلة. هذا فيما يخص التجاوز. تقييمك لأداء الحوثي وتعاطيه مع الحلول السياسية المطروحة. ضيفتنا من القاهرة ترى بأنه ما يحدث الآن من تطورات عسكرية لا هدف منها سوى مزيد من الضغط لأنه لا إرادة سياسية متوفرة، وتصف أداء الرئيس هادي والحكومة الشرعية ربما أيضا بالضعف، ما رأيك؟ بالعكس، هو ذهب يعني في الشهور الأخيرة إلى عدن وإلى المكلا وقام بزيارات هامة ولقاءات مع يعني الشخصيات سياسية وعسكرية ومحلية، وهذه النقطة الحقيقة كنا نفتقدها في السابق عندما كان في الرياض، مع أنه كان في بلده الثاني ومرحبا به، ولكن لا شك أن وجوده على الأرض وفي بلده وما يجريه من اتصالات ومن زيارات مهم في غاية الأهمية، ويدل على قوة الرجل وأنه لا يهاب المخاطر، بدليل أن عدن تتعرض لعمليات إرهابية والمكلا أيضا، وهو ما يعني موجود بين أهله وفي وسط شعبه مثلهم يعني يواجه هذه المخاطر. طيب أعود لضيفتي من القاهرة الأستاذة ميساء شجاع الدين. خلال الفترة الماضية عندما كان يتم الحديث عن موضوع الحسم العسكري كان هناك حديث عن عديد من العقبات ربما هي ماثلة أمام اتخاذ والسير نحو الحسم العسكري بشكل نهائي، هل تعتقدين أن هذه العقبات انتهت؟ وما أهم هذه العقبات إذا ما كانت هناك ماثلة؟ أنت تحدثت في البداية عن أنه ما زالت هناك ضغوط تفرض حتى الآن. تقصد عقبات في مسألة الحسم العسكري؟ أنا غير مرجحة هذا السيناريو حتى الآن، يعني لا أتصور أنها، أتصور أكبر عقبة هي ضعف الإرادة السياسية.
التحالف من البداية أو معها القوات اللي هي حلفاء في اليمن أداءهم ضعيف وتنسيق ضعيف والاستراتيجية غير واضحة عسكريا، هذا أسوأ المشاكل. فيما عدا ذلك من ناحية مثلا العسكرية هم يمتلكوا أسلحة أفضل، كان يفترض أنه وقت طويل مثل هذا أنه كان وقت كافي لتدريب وتنظيم قوات عسكرية موالية للحكومة الشرعية، كان وقت كافي. فأتصور أنه كان هذه العقبة الأساسية هي عدم وجود قوات منظمة، يعني في البداية لما كانت المواجهات في عدن كانت القوات غير منظمة، كان الوضع عشوائي جدا، فكان وضع صعب، يعني ما كانش في إمكانية. طيب أستاذة ميساء، هذا أنت ترى أن الوضع ربما عشوائي أكثر، لكن الصورة كيف تبدو لك وأنت تشاهدين نائب الرئيس علي محسن الأحمر في نهم ومأرب، أيضا الرئيس في المكلا وعدن يتنقل، وأيضا هناك الآن نتحدث عن دمج المقاومة الشعبية بقوات الجيش؟ هذا أمر جيد إذا هي استمرارية، هي هنا السؤال، يعني هل استمرارية؟ والسؤال الثاني هو لماذا؟ هل هو بهدف تحسين وضع تفاوضي أم بهدف تغيير واقع عسكري؟ يعني هل هو تحسين وضع تفاوضي أن أنت توصل لنقطة أبعد منها بحيث أنك تكون قريب من صنعاء وبالتالي يكون أمام الحوثيين يا أما يرضخوا للشروط التفاوضية التي تريدها الحكومة، يا أما أنهم نتجه للعمل العسكري من جديد، هذا شيء آخر يعني. فأتصور أن المسائل هي تتجه نحو تحسين وضع تفاوضي، لأنه السعودية الآن مع وجود كمان إدارة ترامب وهي إدارة غير معروف حتى الآن سياستها تريد إغلاق الملف اليمني. طيب الضغوط الدولية تمنع من دخول صنعاء والحسم العسكري، لكن بالقياس إلى ما حدث من تطورات ربما أخرى في سوريا مثلا وحلب، قياس هذا التعامل مع الملفين، هل يمكن أن يكون ربما هناك الآن تغير في موضوع اليمن، ربما يحصل حسم عسكري على غرار ما حصل في حلب؟ هذا كان ممكن، يعني إذا في رغبة سياسية ممكن، إذا في إرادة سياسية. يعني مثلا الذي حدث في حلب طبعا حسن الوضع بالنسبة لروسيا وإيران، يعني رجح من كفتهم بشكل كبير جدا. إذا هم يريدوا مثلا أنه ملف اليمن يقوموا بشيء مشابه ممكن، هذا شيء وارد يعني. يعني كان تعز سهل جدا أنهم يحرروها وأنهم انها تكون بيد الحكومه الشرعيه من فتره طويله. يعني انا لان لهذا السبب انا اتشكك في مساله الاراده السياسيه. شكرا جزيلا لك ميساء شجاع الدين الباحثه السياسيه، كنت معنا من القاهره. اختم مع ضيفي من المملكه العربيه السعوديه الكاتب والسياسي خالد باطرفي. عندما يتحدث الرئيس هادي من المكلا ويطالب التحالف العربي بتكثيف الدعم من اجل حسم الامور عسكريا، فهم بان مساله الحسم هي مرهونه باراده التحالف العربي، هل سيتفاعل التحالف مع تمنيات وامنيات الرئيس هادي هذه؟ أنا أعتقد أن دول التحالف حريصة على إنهاء هذه الأزمة إما سياسيا أو عسكريا. جربنا جميع الحلول السياسية ورأينا إلى أين تفضي، وبالتالي لم يبقى أمامنا غير الحسم العسكري الذي يقود في النهاية إلى الحل السياسي. وأعتقد أن المشكلة ليست في دعم دول التحالف، دول التحالف في النهاية مساحتها هي المساحة الجوية والدعم اللوجستي، ولكن إرادة الحسم وفرص الحسم هي في يد المقاتلين على الأرض والإدارة العسكرية لهم. أعتقد أن هذا الأمر تحسن في الفترة الأخيرة، وأرجو أن يتم يعني أن يتواصل هذا التحسن إلى تحقيق المراد، وهو الإسقاط حكم الأمر الواقع الذي يستخدمه الحوثيون وعلي عبد الله صالح بإقامة حكومة ائتلاف وطني أو مجلس سياسي أعلى أو غيره. هذه كلها يجب أن يتم إنهائها بالقوة، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. شكرا جزيلا لك ضيفي الكاتب والسياسي السعودي خالد باطرفي، وأيضا الشكر موصول لكل ضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومعدي هذه الحلقة محمد القاسم ومحمد عبد المغني، كونوا بخير.